يعود إليكم في موسمه الثاني مع جمعية إسعاد المحتاجين شعارها. ربي إن شاء الله إيش أخويا هيطلع للدار بك بسرعة. وضيف تعود على إدخال البسمة على وجوهنا. بنيبول c'est ça et ils ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'un truc symbolique. مشروع بنك الطعام الجزائري هو نتيجة لحملة عندها 10 سنوات اسمها تضامن رمضاني. موضوع شيق له بالغ الأثر في حياتنا. ذهب الظمأ أمسية اليوم على الساعة 7 مساءً.